بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، كيف نتدبر القرآن في رمضان؟ هناك فرق كبير جدا بين الحفظ وبين التدبر. فالحفظ أيها الأحبة، نحن تعودنا أن الإنسان الذي يحفظ القرآن بمجرد أنه تمكن من إعادة أو تكرار ما يحفظ نعتبره أنه وصل إلى القمة، وهذا الشيء غير صحيح. المطلوب منا أن نتدبر القرآن. هناك آيتان في القرآن العظيم: أفلا يتدبرون القرآن في سورة النساء، وآية أخرى أيضا: أفلا يتدبرون القرآن في سورة محمد. إذن هذا أمر من الله أن نتدبر القرآن. والقرآن متى نزل؟ نزل في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإذا هذا الشهر الكريم أيها الأحبة يمكن أن يكون مناسبة رائعة جدا للتدبر. نحن تعودنا أن نختم القرآن في رمضان، أو أن نقرأ كل يوم جزء جزء في رمضان، ولكن أنا أريد اليوم أن نتدبر القرآن في رمضان. أريد موضوع التدبر، لماذا أحبتي في الله؟ لأن التدبر هو الذي يجعلك تستيقن بوجود الله، تستيقن بالآخرة، تستيقن بالموت، تستيقن بالجنة والنار، تستيقن بلقاء الله. يعني مثلا سيدنا إبراهيم أخذه الله في رحلة كونية، قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن اليقين يحتاج لرؤية، لا يحتاج لتكرار وحفظ، يحتاج لرؤية. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، نظر إلى النجوم، نظر إلى الكون، تأمل وتفكر وأصبح أكثر يقينا. حتى إن سيدنا إبراهيم لم يكتفي بما أنزله الله عليه من صحف، كان بإمكانه أن يقرأ هذه الصحف وانتهى الأمر، لا، كان يريد اليقين، يريد اليقين من خلال مثال عملي، من خلال تجربة عملية. قال: ربي أرني كيف أحيي الموتى. إذن سيدنا إبراهيم: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. إذن كان هذا النبي الكريم وهو خليل الرحمن عليه السلام كان يطلب أن يطمئن قلبه، أن يرى معجزة، أن يرى شيء أمامه يحدث يدل على قدرة الله ليستيقن. إذن نحن ينبغي أن نقتدي بهؤلاء الأنبياء الكرام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ذهب في رحلة كونية ليلة الإسراء والمعراج. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في خلق الكون. القرآن العظيم فيه أكثر من 1000 آية تتحدث عن الكون والجبال والبحار والطبيعة والمخلوقات وخلق السماوات والأرض. طيب، لا يكفي أن تقرأ. يعني عندما يقول الله لك، مثال أخي الحبيب، أنا أعلمك آلية التدبر، عندما يخاطبنا الله ويقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ والله لو كررت هذه الآية 1000000 مرة لن تدرك أسرار الإبل إلا إذا درست هذه الكائنات وتعرفت على ما كشفه العلماء حولها. فإذا الله عز وجل يأمرك أن تنظر،
في خلق الإبل، ثم أنت تكرر. طيب وبعد ذلك ما الذي يحدث؟ لا شيء. تجد إنسان يحفظ القرآن كاملا ولكن لم يحدث لديه اليقين والثقة بالله وأن يطبق ما جاء في القرآن، ولم يرى عظمة الله. عظمة الله ترى في خلقه. أن تدرس هذا الخلق، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. أنا إذا لم أدرس علم الأحياء البيولوجي، ولم أدرس الهندسة الوراثية، ولم أدرس آلية عمل الخلية، كيف تعمل هذه الخلية، كيف يعمل هذا الشريط الدي ان اي، الشريط الوراثي، كم فيه من معلومات، مليارات المعلومات فيه، التعقيد المذهل في تكون الجنين عندما يتطور من مرحلة إلى مرحلة. خلية واحدة ملقحة تتحول إلى أكثر من 100 مليار خلية خلال 9 أشهر. طب هذه الظاهرة أنا أحتاج أن أراها وأدرسها. لذلك عندما أدرس كيف يتشكل هذا الجنين وكيف تنشأ هذه الأعصاب والعضلات وكيف يتشكل القلب والدماغ والحاس والسمع والبصر، أنا عندها أخي الحبيب أدرك معنى قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق. الله عز وجل يأمرني أن أنظر مما خلق هذا الإنسان. إذن التدبر يحتاج إلى إعجاز علمي وإعجاز لغوي وإعجاز نفسي وكل أنواع الإعجاز التي يحتوي عليها القرآن. إذا كنت ستقرأ مجرد قراءة أنت لا تتدبر، وأنت لا تستجيب لنداء الله عندما قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. إذن التدبر هو الذي يمنحك المعرفة بالله والقرب من الله عز وجل ويقوم سلوكك. تقويم السلوك يعني أنا مثلا أعلم أن الخمر حرام وملتزم، ولكن عندما أدرك الكوارث الطبية التي يسببها الخمر، 7 أنواع من السرطان يسببها الخمر، أمراض في الكبد، في الجهاز الهضمي، في الجملة العصبية يسببها الخمر، مشاكل كثيرة جدا، حتى إن الإدمان على الخمر يدمر مناطق في الدماغ في منطقة الناصية ويجعلك لا تستطيع اتخاذ قرار بشكل صحيح، يجعلك متهورا. عندما أعلم أن الخمر يطور لدى من يشربه سلوكا عدوانيا، عندما أعلم أن الخمر يؤذي الجنين ويؤذي الأم الحامل، عندما أعلم أن كل أطباء الدنيا يقولون إذا أردت أن تعيش حياة صحية وآمنة امتنع تماما عن الخمر، عندها إذا فتحت القرآن وقرأت قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، أنا وقتها أتذوق هذه الآية بطريقة مختلفة تماما. لم تعد القضية حلال وحرام أو افعل أو لا تفعل، لا، أصبحت القضية أنني أدركت أن هذا الإله كم يحبني عندما منعني من شرب الخمر، كم هذا الإله يريد أن يرحمني ويريد لي الصحة والسعادة والحياة المطمئنة، كم هذا الإله يحبني أنه يريد أن يمنع عني الشر، أن يمنع عني الألم والمرض وهذه المشاكل. إذن هنا أصبح فهمي للآية بهذه الطريقة عندما تدبرت هذه الآية، هذا هو التدبر أيها الأحبة.
فعندما تدبرت وعلمت ما هي الحكمة من تحريم الخمر وما هي فوائد الامتناع عن الخمر، مباشرة أنا أحمد الله تبارك وتعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. هذه آية من آيات الله، أن العلماء يكتشفون أسرار تحريم الخمر، لماذا حرم الله الخمر. وبالتالي أنا أصبحت أتذوق هذه الآية بطريقة أخرى. إذن التدبر أخي الحبيب سوف يغير حياتك بالكامل، فنحن نريد في هذا الشهر أن نتدبر ولو كل يوم آية، كل يوم تدبر آية ولكن بتعمق، يعني آية واحدة يمكن أن تمضي معها أيام، حتى ليس يوم واحد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج في الليل وينظر إلى السماء لساعات طويلة وهو ينظر ويتأمل النجوم، والنبي أدرك أن هذه النجوم ملتهبة وحارقة ودرجة الحرارة فيها ملايين الدرجات المئوية. كان ينظر إلى هذا الكون ويرى اللهيب والنيران الموجودة في هذه النجوم، فيقول ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يتذكر نيران جهنم فيسأل الله أن يقيه وينجيه ويبعده عن عذاب النار. لاحظت التدبر إلى أين يقودك أخي الحبيب؟ عندما تدرك أن الله عز وجل أكرمك أيها الإنسان ورفعك وأعطاك حرية الاختيار. الإنسان الآلي هو عبارة عن آلة ميكانيكية زائد برنامج كمبيوتر. بكل بساطة هذا الإنسان ترسم له مسار محدد فيسير وفقه، ليس لديه أي قدرة على اتخاذ القرار أو حرية، تماما مثل إنسان سجين كبلته، يأكل بوقت معين، يسير بحركة معينة، كل حياته سجين. الله عز وجل أخرجك من هذا السجن، سجن الموت، كنت ميتا كنت مقيدا فأخرجك وأعطاك حرية الاختيار. أنت عندما تريد أن تكرم إنسان تعطيه حرية الاختيار. أنت عندما ابنك يكبر تعطيه مثلا المال وتعطيه إمكانيات وتقول له تصرف، أنا الآن أثق بك وبقراراتك، فتعطيه وتترك له حرية الاختيار. أنت إذا كان لديك مدير، أنت صاحب شركة، ووضعت مدير، كلما أعطيته صلاحيات أكثر وحرية اتخاذ قرار أكبر وأكثر، هذا دليل على أنك تثق به أكثر. لاحظ أخي الحبيب، حرية الاختيار التي سماها القرآن الأمانة أكرمنا الله بها، لم يجعلنا مثل الحيوانات تسير بخط واحد فقط، لا، أعطاك حرية الاختيار وسخر لك الكون. طيب أنا الآن عندما أقرأ آية في القرآن الله تعالى يقول فيها إنا عرضنا الأمانة، الأمانة هي الاختيار، هي حرية التصرف، حرية اتخاذ القرار. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عندما تعلم أيها الإنسان أنك على الرغم من ظلمك وجهلك أنت حملت الأمانة والله أعانك عليها، عندما أعلم أن الله بين لنا الطريق الصحيح أعلم أن الله يكرمني. عندما أتفكر في هذه الآيات بهذه الطريقة، عندما أتفكر بآيات الله سبحانه وتعالى سواء الكونية أو العلمية أو النفسية، خذ مثلا
قصة سيدنا يوسف، وهي يعني من القصص الرائعة التي أحبها حقيقة وأحب أن أتذكرها باستمرار. أنت تستطيع أن تحفظ، يعني أنا حفظت سورة يوسف وكانت من أوائل ما حفظت من القرآن، وكان هناك صعوبة كبيرة في الحفظ. أنت تعلم أن القرآن في إذا أردت أن تقرأه ولم يكن لديك خبرة سابقة بأسلوب القرآن تتعب في البداية فقط مؤقتا حتى تألف أسلوب القرآن. يعني سورة يوسف أنا حفظتها مثلا خلال 10 أيام أو أسبوعين أو شهر، لنقل شهر، حفظتها كقراءة عن ظهر قلب، وهذا الكلام كان قبل أكثر من 30 عاما. أنا حتى الآن أقول لكم أيها الأحبة، 30 عاما وأنا لا يمر يوم إلا أتأمل في هذه السورة، وحتى الآن أشعر أنني لا أفهم شيئا منها. حتى الآن أشعر أنني لم أتدبر إلا 1 بالمليار منها، على الرغم من أنني قرأتها مئات المرات واستمعت إليها ربما آلاف المرات. أشعر بأن فيها أسرار وفيها عجائب وفيها كنوز وفيها معاني حقيقة لا تخطر على قلب إنسان. سأعطيكم معنى بسيط أيها الأحبة. سيدنا يوسف كان في الجب، وكان في يعني ظلمات الجب، غيابات الجب، غدر به إخوته وأخذ واشتري ب7 دراهم كما في بعض التفاسير، وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. طيب هذا الإنسان الذي بنظر الناس لا قيمة له سيصبح بعد سنوات ملكا لأعظم دولة في ذلك الوقت، أصبح ملكا على مصر. ربي قد آتيتني من الملك، لم يقل آتيتني الملك لأنه يعلم أن الملك لله تعالى، آتيتني من الملك تأدبا مع الله، مع أنه ملك، ولكن يقول يا رب أعطيتني شيئا من الملك، من بعض الملك. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. طيب هذا الذي يتحدث بهذه القوة وهو ملك، ذات يوم كان الناس يستخفون به لدرجة أنه تم بيعه بدراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. طيب إذن أنا عندما يستخف الناس بي يجب أن أعلم أنني كمؤمن لي قيمة كبيرة عند الله. ليس المهم أن الناس يستخفون أو يعطونك قيمة، لا، المهم ما هي قيمتك عند الله. فهذه السورة تعزز الثقة بالنفس وبالله تعالى، وتعطيني أمل كبير أنني مهما استخف الناس بي الآن يمكن، أو أكيد أن الله سبحانه وتعالى إذا اتقيته سيرفعني. طيب ما هو مفتاح التقوى ومفتاح أن يرفعني الله؟ التقوى والصبر. لذلك سيدنا يوسف عندما قالوا له إخوته، على الرغم من أنهم عصبة يعني أشداء وأقوياء، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، ماذا قال لهم؟ هذه قاعدة ذهبية أيها الأحبة يجب أن نطبقها في حياتنا. قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنا هذه الآية أيها الأحبة يمكن أن أقرأها آلاف المرات وكل يوم أجد فيها شيء جديد. إنه من يتقي ويصبر،
أن تطبق التقوى والصبر في حياتك، أن تعيش مع سيدنا يوسف، تتخيل هذه القصة في دماغك كل يوم، تكون ماثلة أمامك، تكون وسيلة تواسيك في هموم وظلمات ومشاكل هذا العصر. هذا هو التدبر الذي أحدثكم عنه أيها الأحبة. لذلك باختصار أيها الأحبة، إذا لم تتدبر القرآن لن تتذوق لذة الحياة أو لذة العبادة أو لذة قراءة القرآن أو لذة القرب من الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.